هي التميمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وليس معنى ذلك أن هذا الشيء الذي يعلق على الصدر وفيه شيء من القرآن أو الحديث أن هذا تميمة وهو شرك كما توهم بعض الناس الذين لا علم لهم. التمائم هي خرزات كانوا يعلقونها في الجاهلية، وكانوا يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله، وهذا شرك. أما تعليق الحرز الذي ليس فيه إلا نحو القرآن أو نحو شيء من ذكر الله فهذا ليس باطلا وليس حراما وليس شركا، فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة تعويذا، فقال الصحابة: كنا نقول هذا ونكتبه ونعلقه على صدور من لا يعقل من أولادنا، كما روى الحافظ الترمذي في جامعه. فاعلموا ذلك رحمكم الله، ولا تلتفتوا إلى الذين يقولون لأي شخص إذا علق الحرز الذي فيه شيء من القرآن أو الحديث يقولون له: هذا تميمة، هذا شرك، من علق تميمة فقد أشرك. يضعون حديث الرسول في غير محله ويفسرونه على غير معناه، والله تعالى أعلم وأحكم.